وشفت يمكن الانجازات في الكويت، الانجازات اللي بتشوفها دلوقتي في مصر، وحضرتك بتشوف الطرق وتشوف الكباري وتشوف ده، بتقول عنها ايه؟ الانجازات اللي العالم كله بيتكلم عليها، صحيح. يعني هو مش الشعب المصري بس، العالم كله بيتكلم عليها، حتى المجلات الاقتصادية في العالم كله صنفت مصر من ضمن الدول المتقدمة اقتصاديا. صحيح. وحاليا مصر طالعة بشكل غير مسبوق، والعالم كله بيشوف انجازات مصر غير مسبوقة، يعني في ذهول حقيقة. طيب يعني حضرتك برضي واحد من الناس اللي هم يعتبر موجودين في مكان قريب جدا من العاصمة الإدارية، نعم. رأي حضرتك في العاصمة الإدارية ايه؟ هو حقيقة هو العاصمة الإدارية دي دولة، دولة جديدة، دولة تعتبر جمهورية جديدة، يعني هي مساحتها ثلاث مرات من مساحة سنغافورة. صحيح. فدي دولة كاملة بتبنى بتبنى بسرعة غير مسبوقة أيضا، ومنطقة العلمين والعين السخنة ومئات الآلاف من المشروعات الحالية اللي الحقيقة بنشوفها وبنشاهدها دي حطت مصر في الصف الأولى في الدول. أستأذنك مع المستشار، يعني بعد كل ده وبعد حجم الإنجاز، هل لديك أي مناشدة للرئيس أو للدولة من خلال قناتنا، من خلال أنا حضرتك عايزينهم يكملوا الجميل، سادة المسؤولين، بتخصيص قطع أراضي للإخوة الفلاحين في القرى والريف، يتم استصلاحها وفق ضوابط قانونية، ودي هتثمر وهتزود الانتاج الزراعي وهتعمل استقرار للقرية. فأتمنى من السادة المسؤولين تخصيص قطع من الأراضي لإتمام إصلاحها، في سواء في الظهير الصحراوي أو في أي مكان، وفق ضوابط معينة. دي هتزيد من الثروة ومن الزراعة ومن الانتاج الحيواني اللي هو شريان الحياة لمصر وللدولة. نشكر سيادتك اهتمامك بالفلاح أيضا، وإن شاء الله يتحقق هذا الحلم بإذن الله. يا رب. أشكركم شكرا جزيلا. بنشوف أبناء الريف فرحتهم بمبادرة حياة كريمة في اللقاءات التالية، ويعني الفرحة موجودة.